برحب فيكم من جديد. حلقتنا بالتابيع وبالتابيع هلا مع شيء مميز وغريب كتير. اذا بدكم هايبرد بالتركيبه، كيف تصوروا انه تشوفوا لامبورغيني كاونتاتش؟ كانت شغله كتير كبيره بايامها، واللي بعضهم ماشيين لهلا حقهم من 500 الف يورو وطلوع، ومحطوطه بشكل مهمل كليا، وتقربوا حواليها ويطلع لكم المحرك سوبرو بالداخل او سوبارو، ميكس غريب. حدا حاول يشتغل عليه تو ريسكيو او لانقاذ هالسياره. شفناها على احدى الجزر القريبه من قبرص، وحبينا انه نصور لكم اياها ونفرجيكم الرست او الهريان والجنزار. هيك اتس ان اكزوتيك ستوب، فرجيكم انه اوقات وقت تكون عندكم شغله حلوه وبتسيئوا استعمالها او بتجربوا تنقذوها غلط شو بتطلع النتيجه. خلينا نشوف نحبيكم هاللامبورغيني السوبرويه كيف صارت بعد عشرات السنين. عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة، وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.